اهلا بكم مشاهدينا في هذه التغطيه الاخباريه المستمره معكم دائما على اكسترا نيوز. ارحب بكم تحديدا في استوديو الان. وزاره الداخليه اعلنت استشهاد النقيب ماجد احمد عبد الرزاق من قوه وحده مباحث قسم شرطه النزهه، وذلك في اطلاق مسلحين الرصاصه اثناء مروره هو والقوه المرافقه له لملاحظه الحاله بدائره القسم. كما اعلنت الوزاره في بيانها اصابه فردي شرطه ووفاه قائد السياره التي كانت تستقلها القوة الأمنية متأثرا بإصابته. وأوضح البيان أن القوة الأمنية لاحظت توقف إحدى السيارات التي كان يستقلها 4 أشخاص مجهولين، وحال توجهها لاستيضاح الأمر وفحصهم بدر قائد السيارة بالترحيل أو بالترجل منها وإطلاق أعيرة نارية تجاه القوة من بندقية آلية كانت بحوزته. هذا وجاري تمشيط المنطقة وتكثيف الجهود لضبط الجناة. عبر الهاتف للمزيد من المتابعة ينضم إلينا الآن سيادة اللواء فاروق مقرحي مساعد وزير الداخلية الأسبق. سيادة اللواء أرحب بك. أهلا بك يا أستاذة نانسي، تحياتي لك ولأسرة إعداد برنامج الآن. نعم، تحياتي لحضرتك يا فندم. في البداية يعني دعني أخذ تعليق سريع على البيان التي قامت بإذاعته وزارة الداخلية. في بيان وزارة الداخلية أولا منع الشهداء الواجب، شهداء الوطن الذين قدموا حياتهم قدر اليوم في سبيل أمن مصر وفي سبيل الحفاظ على أمن مصر. والضابط الشهيد هو شهيد دون ابنة شهيد، يعني عندنا شهيد وحماه أيضا شهيد شرطة العميد وائل طاحون الذي توفي في دائرة قسم المطرية على يد الغدر والعدوان وعلى يد الإرهابيين الكونة الذين يسكنون بيننا. فالشهيد كان في دورية مرورية على في دائرة قسم شرطة النزهة في شرق البلاد صباح الفجر اليوم. حينما مروره هو والقوة المتابعة معه في إحدى سيارات الميكروباص، فشاهدوا السيارة ترسم إلى جوار الطريق بسوداء اللون عليها نمر مكتوبة بخط اليد، بالإضافة إلى أنها بتدي بعلامات الانتظار. فتوجه السيد الضابط والقوة فترد للقائد الارهابي الذي كان يقود تلك السياره مع الاربعه الملثمين الاخرين، ونرجو من الله باذن الله تعالى، وانا اسف في الشرطه المصريه وفي جهاز الامن وفي فريق البحث الذي شكل فور وصول المعلومات وفور الابلاغ للسيد الوزير من جهازي الامن الوطني وجهاز الامن العام بالاضافه إلى جهاز البحث في مديرية أمن القاهرة. فبإذن الله تعالى لن تمر سويعات قليلة حتى يتم ضبط هؤلاء الأربعة الذين تسببوا في هذا الحادث الأليم الذي هز مشاعر جميع المصريين، لأن هؤلاء إن كان ضابط شرطة وإن كانوا أمناء شرطة وإن كان سائق السيارة المدني الذي يقود تلك السيارة قد استشهدوا أو استشهد 2 و2 بيصارعوا الحياة الآن. فهذا من إرادة الله أن يقدم هؤلاء أرواحهم هدية لشعب مصر لكي يكون الاستقرار والأمن هو هدفنا وهو المطلوب منا جميعا. ونعزي مصر ونعزي شبابها ونعزي القوات الشرطة المصرية في شهدائها. نعم سيادة اللواء، دعني يعني أيضا أدخل معك في تفاصيل هذا الحادث تحديدا. إن وضعنا ربما السيناريوهات المقترحة، هل أتصور مع سيادتك سيادة اللواء يعني أن هذه السيارة كانت تنتظر مرور القول الأمني أو العربية الأمنية، هذا من جانب، أو هي كانت في التحضير لعمل آخر وتفاجأت بوجود هذا القول؟
التصور الرئيس لأن السيارة التي قام بها فريق البحث البنائي اللي بالمرور هي سيارة ميكروباص مدنية والضابط قاعد جنب السواق قدام والقوة في السيارة من الخلف دي في مأمورية تفقد أمني وليس مأمورية ضبط أمني. صحيح. ومن هنا كانت المفاجأة للإرهابيين الذين ارتكبوا الحادث الملثمين الأربعة الذين كانوا في تلك السيارة الذين أمطروا القوات بالرصاص من الإرهابي الذي ترجل من السيارة وقام بإطلاق النار على قائد السيارة وعلى الضابط الشهيد رحمة الله عليه وللشرطة العزاء فيه وأمطروه بالرصاص فأصابوه في عدة أماكن متفرقة من جسد. أعتقد إن في الغالب العام أن هذا الحادث هو حادث إرهابي وأنهم كانوا يحضرون لارتكاب جريمة إرهابية أو إذا كان الحادث بنائي لأن احنا لغاية دلوقتي الفريق المشكل من الأمن الوطني ومن الأمن العام ومن مباحث القاهرة في هذا الاتجاه بيبحث في الاتجاهين. أما إذا كان الملثمين الأربعة هم جنائيين كانوا يرتبون لحادث جنائي في سرقات أو ارتكاب جريمة جنائية أو أنهم إرهابيين والاتجاه الآخر هو اليقيني لأننا أهل الشر هم الذين يقومون باستخدام العنف والعنف الشديد. وأما غالبية المرتكب الحوادث الجنائية فلا يميلون إلى ارتكاب العنف ضد جهاز الشرطة. نعم، ربما أسألك هذا السؤال لأبني عليه سؤال آخر سيادة اللواء، وهو إن افترضنا النظرية الأخرى وهو أن هذه العربية الإرهابية أو الإرهابيين الذين تم ضبطهم اليوم كانوا في التحضير لعمل آخر، ربما أسألك هذا السؤال لنسأل هنا عن دور رجال الشرطة، أن كل شرطي معرض في أي لحظة لفقد حياته حتى وإن كان يعني غير محضر ربما أن يتم استهدافه في ذلك اليوم. يقينا أستاذة نانسي، حاجة رجال الشرطة يخرجوا من منازلهم صباحا أو ليلا أو في معاد خدمته وهو مشروع شهيد. ضباط الشرطة دلوقتي لما بيخشوا كلية الشرطة بيدرسوا له وبيعلموه على أنه مشروع شهيد في سبيل هذا الوطن زي القوات المسلحة نفس الوضع. كلنا شهداء في مشروع شهيد إلى أن نستشهد أو إلى أن يقابل ربه. أصبحت عقيدة لدى جهاز الشرطة ولدى القوات. نعم، يعني أنا بشكرك شكرا جزيلا، كنت معي عبر الهاتف سيادة اللواء فاروق المقرحي مساعد وزير الداخلية الأسبق، شكرا جزيلا لك. في ذات السياق أيضا ينضم إلينا الآن عبر الهاتف سيادة اللواء الدكتور إيهاب يوسف الخبير في إدارة المخاطر الأمنية. سيادة اللواء أرحب بك. صباح الخير فندم، تحياتي لحضرتك والسادة المشاهدين. صباح النور يا فندم. يعني في البداية أيضا دعني أدخل معك في تفاصيل هذا البيان، كيف تابعت البيان بتفاصيله؟ تفضل. بلا شك طبعا الحادث مؤسف وكلنا بندمه من وقت شهيد في عمليات زي الغدر اللي بتحصل، ولكن في النهايه ده واجب رجال الشرطه زي ما كنا بنتكلم وزي ما كان شيخ لواء فوق بيقول، هي تضحيات بتستمر من قبل رجال الامن في مكافحه الجريمه سواء كنا بنتكلم على الجريمه الامنيه او الجريمه الجنائيه او الجريمه الارهابيه. نعم، ربما يعني كونك تفضلت بالذكر ما قاله سيادة اللواء فاروق المقرحي، دعني ربما أقف معك على نقطة قالها مهمة، وهو أن كل شرطية أو كل رجل من القوات المسلحة هو مشروع شهيد يا فندم. بلا شك مصر المعارضة بتمر من 2013 ويمكن من قبلها، يعني لو هنتكلم على تضحيات رجال الأمن أو القوات المسلحة هنلاقي من عبر التاريخ في التضحيات دي، ولكن في الدولة الجديدة لمصر من 2013 وما بعدها احنا شايفين ان كان في تحدي لينا في مواجهه الارهاب، ويمكن كلنا بنشير النهارده باصابع الاتهام لجماعه الاخوان الارهابيه ان هي اللي دعت لعمليات الارهاب وعمليات تكفير المجتمع بعد ما الشعب المصري قرر ان هو يتخلص منهم في 30/6/2013.
فكل ضابط شرطه وكل مجند وكل قوات مسلحه، ضابط قوات مسلحه او مجند قوات مسلحه او فرد، واجب ان احنا نقدم له التحيه، لان كل بينزل زي ما كلنا بنقول بينزل وهو الصبح مش عارف هيرجع تاني ولا لا. ويمكن الابطال اللي اكتر منهم كمان النهارده بالرغم من تقديرنا الشديد للدور اللي بيقوموا بيه، الاسر اللي النهارده بتبص على ابنها وهو نازل عارفه ان هو رايح عشان يكافح الارهاب او يكافح الخط على خط المواجهه الاول عشان يحمي مصر ويخلينا نقدر نحقق انجاز اللي احنا بنحمد ربنا ان احنا قدرنا نحققه لحد دلوقتي. نعم صحيح. لكن التضحيات هتستمر لان النهارده عمليات الارهاب ما زالت مستمره في 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 العالم كله مش بس في مصر. ولو بصينا على مصر بالذات، مصر طبعا ما زالت مستهدفه وما زالت تنظيمات ارهابيه شغاله، وده بياكد فكره ان احنا كلنا علينا دور في مكافحه الارهاب مش بس كشرطه وقوات مسلحه ولكن كمواطنين. علينا دور في ان احنا نشتغل وبجد وبإخلاص عشان خاطر نقدر نقوم بالدوله ونحقق النجاحات اللي احنا بننتظر ليها في المستقبل ان شاء الله. طبعا كونك خبير في اداره المخاطر الامنيه سياده اللواء، دعني ربما اتحدث معك في نقطه في غايه الاهميه وهو الطريقه التي قامت بها عمليه اليوم. ربما هناك تغير نوعي في استخدام يعني المعدات التي يقوم باستخدامها الارهابيين في اي من العمليات الارهابيه، هناك انحدار اذا صح القول او يعني انحدار في الامكانيات التي تستخدم، ذلك يجعل نذهب إلى استراتيجية مصر في مكافحة الإرهاب سواء في الحد من التمويل أو الحد من دخول هذه الإمدادات للإرهابيين يا فندم؟ أحب تثير نقطة غاية في الأهمية وعشان رد عليها لازم أول نثني على استراتيجية مصر في مكافحة الإرهاب وعملية تكثيف المنابع، سواء كنا بنتكلم على المنابع اللوجستية أو المالية، وده شيء مهم جدا. بينقصنا هنا تكثيف المنابع البشرية، وده بينطلق من فكرة مكافحة التطرف ومكافحة الفكر المتشدد واللي بيطالب بها رئيس الجمهورية منذ فترة، وهي تطوير الخطاب الديني وتحديثه. ده من الناحية الأولانية. من الناحية الثانية فكرة وزارة الداخلية وتطوير آلياتها في عمليات المكافحة وعمليات حماية الأشخاص والأمن الذاتي ليهم أصبحت ملحة جدا، لأن النهاردة حياة الشخص هي غاية في الأهمية، وهتفضل حياة الشخص اللي بيشتغل فيه جهاز الأمن معرضة للخطورة حتى لو كنا بنتكلم على سكينة. يعني لو الإرهابي قرر إن هو يهاجم فرد شرطه هو ممكن يستخدم سكينه، وده ابسط حاجه ممكن يستخدمها. فهنا لازم نعلي من فكره نعم. الامن الذاتي والقدره على التنبؤ وقدره الشرطي على استخدام الحمايه الذاتيه. ويمكن هنا ممكن برضو يعني يكون مهم ان مجلس النواب يبتدي ينظر الى قوانين تدي صلاحيات لرجال الامن اعلى شويه، تدي صلاحيات في الحمايه والامن. يعني بتشوف في بعض الدول ومنها الولايات المتحده الامريكيه. نعم يعني ساعود اليك في هذه النقطه تحديدا، وهو الصلاحيات التي من المفترض ان تعطى لرجال الامن من قبل مجلس النواب يعني، ولكن اذا سمحت لي ساعود اليك مره اخرى للحديث عن هذه النقطه باستفاضه. ولكن مشاهدينا نذهب الان للمزيد ايضا من التفاصيل، معنا من محيط الحادث محمد حداد مراسل اكسترا نيوز. محمد ارحب بك، ماذا لديك من جديد؟ تفضل. نعم نانسي، ارحب بك وارحب بالسادة المشاهدين من محيط الحادث بشارع طه حسين بمنطقة النزهة الجديدة. في هذه اللحظات التي اتحدث فيها اليك نانسي، تقوم نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية بمعاينة موقع الحادث وعمل التحريات ومناقشة شهود العيان وفحص كاميرات المراقبة للتوصل لهوية الجناة. ووفقا لبيان وزارة الداخلية فانه في تمام الساعة 4 من فجر اليوم واثناء قيام قوة أمنية من قسم شرطة النزهة الجديدة بقيادة معاون المباحث النقيب ماجد عبد الرازق، قام بالاشتباه بأحد السيارات الموجودة في شارع طه حسين، وبمجرد اقتراب القوة الأمنية من هذه السيارة لفحص المتواجدين بها وفحص هذه السيارة، ترجل شخصين من هذه السيارة وقاموا بإطلاق الأعيرة النارية بكثافة من أسلحة آلية تجاه الضابط ماجد عبد الرازق والقوة المرافقة له، مما أسفر عن استشهاد النقيب ماجد عبد الرازق وسائق سيارة الشرطة وإصابة فردين من أفراد الشرطة. على الفور نانسي، كما ذكرت لك، النيابة متواجدة هنا في موقع الحادث بشارع طه حسين بمنطقة النزهة الجديدة لمناقشة شهود العيان وفحص كاميرات المراقبة وعمل المعاينة والتحريات لهذا الحادث للتوصل لهوية هؤلاء
الجناة. بكل تأكيد نتقدم بخالص التعازي لأسر شهداء الواجب، ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين من هذا الحادث الأليم. وبكل تأكيد سوف نتابع معكم على مدار الساعات القادمة من هنا من النزهة الجديدة، وتحديدا شارع طه حسين، آخر المستجدات في هذا الحادث. عودة إليك نانسي. نعم أنا بشكرك شكرا جزيلا زميلي محمد حداد، كنت معنا من محيط موقع الحادث. أنا بشكرك شكرا جزيلا، وبالطبع سنتواصل معك إن كان هناك أي جديد. أعود مرة أخرى إلى ضيفي عبر الهاتف سيادة اللواء دكتور إيهاب يوسف الخبير في إدارة المخاطر الأمنية. سيادة اللواء أرحب بك مرة أخرى وأعتذر عن المقاطعة، ولكن تفضلت بالحديث عن نقطة مهمة وهو الصلاحيات التي من الممكن أن يعطيها مجلس النواب في الفترة القادمة لرجال الأمن للتصدي للمخاطر الأمنية. هل لك أن تشرح لنا هذه النقطة بمزيد من التفاصيل من وجهة نظرك؟ على الاهتمام بهذه النقطة، وأنا هحاول أبسطها قدر الإمكان وأتمنى أنها توصل بصورة سلسة. إحنا بنتكلم على أن رجال الأمن بيشتغلوا تحت مظلة القانون وسلطة إنفاذ القانون، ولكن للأسف في أثناء محاسبتهم بيحاسبوا تحت بند الدفاع الشرعي عن النفس. أدي مثال في الواقع اللي إحنا بنتكلم عليها، الشهيد اللي توفى النهارده هو كان قاعد في العربيه، نزل فرد من العربيه المقابله ليه وضرب بالنار على العربيه اللي كان فيها الشرطه واودى بمجموعه من الشهداء. لو احنا بننظر لدوله اوروبيه ولو بصينا على امريكا هنلاقي ان لما حربيه شرطه توقف ورا عربيه ما بيقدرش الراجل اللي راكب جوه العربيه الاولانيه ان هو يتحرك الا لما بياخد اذن من رجل الشرطه، وبالتالي يبقى الراجل الشرطي هنا بيأمن نفسه ان لو لا قدر الله هذه العربيه فيها اسلحه او فيها استخدام للعنف هو هيتعامل مباشره، مش هينتظر لما يدافع عن نفسه. فاللي احنا بنطالب بيه او اللي انا بتمنى ان احد نواب مجلس النواب يكون بيسمعونا او الدوله تاخده على عاتقها هي فكره تمكين رجال الامن من سلطه انفاذ القانون بدل ما يكونوا بيشتغلوا تحت مظله الدفاع الشرعي عن النفس. الفرق بين الاثنين كبير، يبقى انا النهارده لما اكون بنفذ القانون يبقى انا وقفت ورا عربيه، العربيه اللي فيها ده مش هيتحرك غير لما انا انزل له وانا اللي افتح له الباب واقول له ينزل، لو نزل هو لوحده يبقى انا من حقي ان انا اطلق عليه النار لان انا بحطه تحت اشتباه ان هو ممكن يموتني، وده اللي حصل في الواقع الاخير. فاحنا لازم نبتدي نفكر من منظور اداره المخاطر لنحمي الرجال الامن، مش كل فرد امن النهارده في كل واقع هو بيتعرض ليها هيكون معرض لخطوره وإما ينجو منها أو يتم استشهاده زي اللي حصل النهارده. نعم هذا من جانب مجلس النواب. أنت حدثنا أيضا على باقي ربما مؤسسات الدولة، هناك مؤسسات إذا صح القول المجتمع المدنيين يا فندم، كيف من الممكن أن يشترك ربما المدنيين والمواطنين في مساعدة رجال الأمن لأداء مهامهم؟ سؤال بغاية الأهمية برضه، وهنا بيجي دور إن إحنا المفروض يكون 100 مليون شرطي، لأن الشرطي اللي موجود في الشارع بيكافح الإرهاب بالنيابة عننا أو فرد القوات المسلحة اللي بيكافح الجريمة وبيحمي مصر بالنيابة عننا هو بيشتغل بالنيابة عن المجتمع، مش معنى كده إن هو إحنا بنسيبه لوحده، ولكن هو بيكافح وبيشتغل لما يكون محتاجنا إحنا موجودين معاه. ففي الوقت الحالي الشرطة والقوات المسلحة كل أجهزة المعلومات محتاجة عنين المواطنين وودانهم وحسهم الامن، يبقى كل واحد فينا لو عنده احساس من ناحيه الامن وحس ان في شيء معين بيلفت نظره عليه ان هو يتوجه الى اجهزه الامن ويدي هذه المعلومات لاجهزه الامن، لان اي ارهابي اما ان هو بيكون مقيم في مكان في وسطنا او بيكون بيحمل سلاح وهو قاعد في وسطنا او عربيته مركونه قدامنا او بيتحرك قدامنا، وبالتالي لو اي تحرك ملفت للنظر بالنسبه لنا من خلال الحس الامني يبقى انا كمواطن المفروض ان انا اشغل الحس الامني عندي، ولو حسيت باي معلومه او اي شيء ممكن يفيد الامن عليا ان انا اتوجه بيه لاجهزه الامن. وهنا لازم نطالب برضه اجهزه الامن انها تخصص رقم واحد، وبنتمنى من اجهزه الامن انها تخصص رقم واحد يكون رقم موحد معلن للجميع عشان يسهل على المواطنين الابلاغ عنه ويشتغلوا من خلاله في ارسال البيانات بتاعتهم، ويكون المواطن ضامن ان البيانات اللي هو هيرسلها هتتاخد بمحمل الجد وفي نفس الوقت هيكون فيها حمايه للبيانات بتاعته هو كمواطن عشان يكون في مأمن وبعيد عن ان الارهابيين دلوقتي يوصلوا. التعاون هنا مهم جدا بين المواطن ورجل الامن، كلنا ثقه في جهاز الامن وكلنا تقدير للتضحيات اللي بيقوموا بيها وبنقدم تحياتنا ومساندتنا لاسر الشهداء. نعم. وربنا سبحانه وتعالى يجعلهم من الشهداء ان شاء الله. ان شاء الله يا فندم، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المتابعه، كنت معي عبر الهاتف سياده اللواء الدكتور ايهاب يوسف الخبير في اداره المخاطر الامنيه، شكرا لك.
مشاهدينا نذهب معكم الآن إلى فاصل قصير، بعد هذا الفاصل سنعود إليكم مرة أخرى لاستكمال هذه التغطية الإخبارية، ابقوا برفقتنا.